السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ اهلا بيكم وحلقة جديدة وبرنامج العزومة، يومكم سعادة وهنا ويا رب دايما متجمعين مع بعض على خير وفي الخير وزايدين دايما دايما ومش ناقصين. النهاردة حلقتنا تحفة جدا، عندنا وصفة سهلة جدا واقتصادية ولذيذة جدا جدا، ومين فينا وفي ولادنا ما بيحبش كيك الشوكولاتة؟ النهاردة هنعمل لهم كيك الشوكولاتة بمقادير بسيطة، مكونات متوفرة في البيت، والنتيجة ولا أروع من كده. كمان بقيت الحلقة النهاردة عندنا السوشيال ميديا، والنهاردة اخترنا موضوع الأمثال الشعبية، والأمثال الشعبية هي خبرة الشعوب الحياتية، بيلخصوا مواقف في حياتنا كتير بجملة بسيطة بتتكون من عدة كلمات صغيرة جدا. فالنهاردة هنتكلم عن الأمثال الشعبية، وخاصة المثل اللي بيقول إيه، فكروني بيقول إيه عشان كانت أمثالنا كتير قوي. أشوف أسمع كلامه أصدقه، أشوف أموره أستعجب، دي في حياتنا كتير جدا جدا. عايزاكم بقى تدخلوا معانا وتتواصلوا معانا، عندنا 2 بوست، واحد موجود على الانستجرام على بي ان سي فود، والتاني موجود على العزومة، تمام، على بيج العزومة على فيسبوك. ادخلوا اكتبوا لنا مواقف في حياتكم بتلخص او بينطبق عليها المثل اللي هو اشوف اسمع كلامه اصدقه واشوف اموره استعجب، تمام. شاركونا يلا في الحوار، ومعاكم طول الحلقة على الارقام اللي بتظهر معانا على الشاشة من اي تليفون ارضي على 0900 900، اما الموبايل هيكون على 2600، وفي انتظار مكالماتكم. واحكي لكم قصة مثل كده برضو لطيف جدا، بس بعد ما نعمل الكيك مع بعض. بينا بقى نعمل الكيك ونشوف مع بعض الفوجي كيك او كيك المية السخنة. الكيك ده جه من فترة كده اتعمل باللبن وانتشر جدا واخد اهمية كبيرة وترند على فيسبوك، كيكة الحليب الساخن. انا الكيكة دي عاملاها من حوالي 3 سنين كده بالمية السخنة، كيك المية السخنة سهلة ولذيذة وبسيطة، وهنعملها كمان بالشوكولاتة. بينا كده نشوفها مع بعض اخبارها ايه ومقاديرها ايه. هنحتاج في المقادير بتاعه الكيك كوبايه من الدقيق، دقيق متعدد الاستخدام هننخله كويس جدا. هنحتاج له كمان نص كوبايه من الكاكاو الخام، 3/4 كوبايه من السكر اللي حبيباته بتكون ناعمه، 2 بيضه، نص كوبايه حليب، وربع كوبايه زيت، ومعلقه كبيره من البيكنج باودر، معلقه صغيره من الفانيليا، رشه ملح بسيطه خالص، وتلت كوبايه ميه مغليه، تمام. دي مقادير الكيك. اظن كلنا في البيت ان شاء الله عندنا بيضتين وعندنا شويه الزيت الصغيرين دول وكم معلقه سكر، فالدنيا بسيطه ان شاء الله تخلصي الحلقه على طول وتقومي تعملي حاجه حلوه للولاد، خاصه ان هم بيذاكروا اليومين دول محتاجين كده ايه ياخدوا حاجه كده تفرحهم. صوص الشوكولاته بتاعنا كمان النهارده صوص اقتصادي، بمعنى ان انا مش عايزه شوكولاته خالص، انا هستخدم برده المكونات اللي موجوده عندي في البيت. فهنحتاج ايه؟ كوبايه حليب، ربع كوبايه كاكاو خام، هنحتاج كمان معلقه كبيره من الزبده، ومعلقتين كبار من الدقيق، نص كوبايه سكر، وربع كوبايه من الميه. بس كده؟ بس كده هنطلع احلى صوص شوكولاته سهل ولذيذ واقتصادي كمان. يلا بينا بقى نشتغل. بعد ما قلنا مقادير الكيك وقلنا مقادير الصوص، هنبتدي بقى نشتغل في الكيك الاول. دايما قبل ما نبدا كده ونقول بسم الله الرحمن الرحيم يلا هنعمل كيك، ببتدي اطلع كل مكوناتي واحطها كده عشان تبقى بدرجه حراره المطبخ، خاصه ايه؟ خاصه اللبن وخاصه البيض، لان دي هما الاثنين دول اللي بيتحطوا في الثلاجه، فلازم اطلعهم ياخدوا درجه الحراره العاديه بتاعه المطبخ بتاعي ويبقوا جاهزين معانا. بيحصل ده ازاي؟ اول حاجه بطلعها، وبعدين بعد كده ببتدي اعاير او اشوف مقاديري شكلها ايه، فهبتدي اعاير كوبايه من الدقيق، واعاير السكر، واعاير الكاكاو، واحضر البيكنج باودر والفانيليا، فكل ده هيكون خلاص المكونات بتاعتي كلها بدرجه حراره المطبخ. هنبدا بايه الاول؟ هنبدا ناخد البيض، ومع البيض هحط كده ذرة بسيطة من الملح، وزي ما قلنا ما ينفعش أي حاجة حلوة ما يتحطلهاش ذرة الملح، بس ذرة الملح دي ليها معايير. يعني إيه؟ يعني أولا هي على طرف المعلقة، ثانيا الملح لازم يكون ناعم، علشان في كام شكوى جت كده في كحك العيد ومخبوزات العيد أنا حطيت ذرة ملح، بس مش عارفة ليه في ملح بيبقى في الاخر في اخر الاكله كده، او في بيسيب افتر تيست بعد ما بناكل في ملح، ده بيجي انك انت بتكوني حاطه الملح خشن فما بيدوبش، وبالتالي ممكن تبقي في حته كده جت تحت اسنانك تضيع طعم الدنيا كلها. فعلشان كده نخلي بالنا في استخدامنا الملح للحلويات يكون ملح ناعم جدا وعلى طرف المعلقه. هحط الملح، وبينا بقى نشتغل ونضرب البيض قبل ما ابتدي اضيف له بقيه الاضافات. من الحاجات المهمه كمان بيض يعني فانيليا على طول عشان ما ننساهوش،
يبقى انا حطيت ذره الملح، حطيت الفانيليا، ويلا بينا. بسم الله. هحط السكر، يلا بينا. والسكر بنفضل دايما في الكيكات يكون هو مش سكر باودر بس سكر يكون ابيض وحبيباته ناعمه علشان يبقى سهل ذوبانه مع المكونات. ونكمل خفق. نتكلم عن المضرب مواصفاته ايه؟ ما شاء الله بجد، شايفين يا جماعه الخليط بقى عامل ازاي في ثواني معدوده؟ ما شاء الله المضرب تحفه جدا. مضربنا النهارده من تورنيدو. احنا معانا تليفون؟ نعم؟ مش سامعاكوا. ياسمين الو. ازيك يا شيخ فاطمه؟ ازيك يا روح قلبي، اخبارك ايه؟ الحمد لله، وانت عامله ايه؟ الحمد لله يا حبيبتي، في نعمه والله، منوراني. ده نور يا فاطمه حبيبي. عملنا كحك البسكوت على طريقتك. وايه الاخبار؟ والله زي العسل. انت العسل، تسلم ايديكي وتعيشي وتعملي في الفرح يا رب. حبيبه قلبي منوراني. واكلاتك زي العسل والله. انت اللي سكر. قولي لي يا ياسمين، عايزه اعرف طريقه الفطير. الفطير؟ حاضر. عينينا عينينا الاثنين. بصي يا ياسمين، ياسمين الو، واكون قفلت. قفلت ليه بس؟ ما لحقناش نسالها على المسج. طيب تمام، تعالوا بينا بس كده ايه نخلط مع بعض. عندي الدقيق، واحنا قلنا قبل كده كتير قوي ان احنا لازم ننخل الدقيق بتاع الكيك اكتر من مره. انا اوريدي نخلاه قبل ما ابدا، بس هرجع انخله تاني مع الكاكاو والبيكنج باودر علشان لو في اي تكتلات خاصه في الكاكاو نتلاشاها او نفكها. تمام، يلا بسم الله. ايوه بصوا كده، شايفين؟ بصوا باين معانا التكتلات اهي. دي بقى لو انا حطيتها كده في الكيك من غير ما انخله وانت بتاكلي الكيك هتلاقي فيه كتل من الكاكاو، ده مبقاش ظريف. تمام، فاحنا بننخل علشان نقدر ان احنا نفك بعد كده، مش هنرمي ولا حاجه بس هنفك بالشكل ده. بصوا بقى خلاص نخلنا، ونرجع تاني لمضربنا. مضربنا النهارده من تورنيدو، مضرب ولا اروع من كده، زي ما انتم شايفين كده شغاله بيه معاكم على طول على الهواء. المضرب 300 واط، تمام، يعني قوه حلوه جدا، في 6 سرعات وسرعه كمان تربو. عايزه اقول لكم بقى يعني ما شاء الله، لو بتعملي كيك سفنجي من الحاجات اللي بتاخد معانا وقت كبير قوي في الخفق في ثواني يعملها لك. الكريم شانتيه برده في ثواني هيمسكه ويخليه ما شاء الله واخد فوليوم كده وهش ومتماسك. فبصراحه المضرب 10 على 10، ده غير انه طبعا في زرار علشان نطرد بيه او نطلع بيه ونخرج بيه المضرب او الايدين بتاعه المضرب. كمان في ملحقات، في تاني يدين تانيين بتوع العجن. تمام، تعالوا بينا بقى نكمل خفق. انتوا شفتوا، بصوا في ثواني كان ضارب معانا البيض مع السكر حلو جدا. هبتدي اكمل ضرب دلوقتي وانا بنزل الزيت، وبعدين هنزل الحليب ونشوف هنعمل ايه تاني. يلا بينا. خلاص خلصنا،
عندنا بقى المواد الجافة، كانت عبارة عن الكاكاو مع البيكنج باودر والدقيق. وتعالوا بينا، كان نص كوباية من الكاكاو الخام مع كوباية دقيق ومعلقة من البيكنج باودر. هضيف المواد السائلة على المواد الجافة اللي عندنا، حاول ننزلها كلها عشان المقدار بقى معانا يبقى 10 على 10، ما فيهوش غلطة. تمام زي الفل. يلا على أقل سرعة بقى. خلاص كده خلصنا، ضربنا كل المكونات مع بعض. محتاجه بس اعاير تلت كوبايه من الميه المغليه. تلت كوبايه مش اكتر من كده. زي الفل، وهي مغليه وسخنه كده. تعالوا بينا ننزلها يلا مع استمرار الخفق. بسم الله. اتأكدنا ان مكوناتنا امتزجت كويس جدا مع بعض. تعالي بينا بقى ننزل الجوانب عشان ما يبقاش في اي ضيق في الجوانب ولا حاجة. زي الفل، وعشرة على عشرة ما شاء الله، حلو قوي. مفروض ان انا قبل ما ابدأ الكيك بكون مجهزة القالب اللي هدخل فيه الكيك، واحنا النهاردة هنستخدم قالب الانجليش كيك او صينية مقاس 22. تمام، الفرن بتاعي كمان شغال على 170. كل ده من قبل ما ابدا اعمل الكيك مباشره. تعالوا بينا بقى. طبعا احنا دهنين سمنه او زيت او زبده، وبعدين هنحط الدقيق ومعاه رشه كاكاو. عايزين نطلع فاصل؟ طب نحط الكيك في الفرن، عشان ما ينفعش ابدا ابدا ان انا اسيب الكيك بعد ما عملت العجينه بتاعته اسيبه اكتر من 10 دقائق، لانه فعاليه البيكنج باودر ممكن تروح مننا. فعلشان كده هنبتدي نحط خليط الكيك في القالب. اهم حاجة عندي ان الخليط لا يتعدى نص القالب علشان يرتفع ويعلى براحته خالص. خلاص فرني شغال على 170. انا دايما بحب احط القوالب سواء بايركس او تيفال او اي حاجة غير الالومنيوم، احطها في صاج الومنيوم عشان يوزع معايا الحرارة مظبوط. خلاص كده جهزنا، هندخل يلا الكيك بتاعتنا. بس احطها الاول في صينيه الومنيوم وادخلها على الرف الوسطاني على درجه حراره 170 لغايه ما تستوي. هتقعد قد ايه؟ هتقعد حوالي 55 دقيقه. طب هي حجم الكيكه صغير مش كبير، هتقعد كل الوقت ده؟ لان الكيكه قوامها سايل الى حد ما، فمحتاجه تطول شويه في الفرن. تمام، علشان زي ما قلنا القوام سايل شويه، فهتحتاج تقعد فتره اطول. فهتقعد هنبتدي نكشف عليها ونشوفها بقى استوت ولا لا امتى. بعد 45 دقيقه هبتدي بالستكس كده ومن النص اشوفها هي استوت ولا لسه. يلا في الصاج الالومنيوم وعلى الرف الوسطاني على درجه حراره 170، ومش هفتح قبل 45 دقيقه. خلصنا الكيك، بينا نطلع فاصل صغير خالص، نرجع نعمل مع بعض صوص الشوكولاتة الاقتصادي. اوعى تروح في اي حتة، استنياكم. رجعنا لكم تاني بعد ما عملنا كيك الفاج او كيك الميه السخنه وحطيناها في الفرن. بينا بقى نعمل مع بعض الصوص. بس قبل ما نعمله حابب افكركم ان النهارده في سوشيال ميديا وعندنا حوار كده نتكلم فيه، هو لطيف وحاجه كده فاني شويه. بنتكلم على الامثال الشعبيه واهميتها في حياتنا، وقلنا ان هي من تجارب الشعوب، فبتلخص كده تجارب في كلمتين ثلاثه، فالدنيا لطيفه جدا كلنا بنستشهد بيها في مواقف كتير. المثل بتاعنا النهارده بيقول ايه؟ اسمع كلامه اصدقه، واشوف اموره استعجب،
وده بقى في حياتنا كتير جدا جدا. عايزاكم بقى تحكوا لي مواقف بتنطبق على المثل ده. عندنا اتنين بوست، واحد موجود على الانستجرام في على بيج العزومه، على بيج سوري بي ان سي، وعلى الفيسبوك على بيج العزومه. تقدروا تدخلوا هنا او هنا تكتبوا لنا مواقف مرتوا بيها تنطبق على المثل اللي احنا قلناه. ومستنيه بقى تليفوناتكم طبعا على الارقام اللي بتظهر على الشاشه. وبينا بقى يلا على طول نعمل صوص الشوكولاته. صوص الشوكولاته اعمله امتى وانا بعمل الكيك؟ تعمليه اول ما تحسي ان الكيك خلاص هتطلع من الفرن. ليه؟ علشان ما ينفعش اسيب صوص الشوكولاته يبرد خالص، هستخدمه وهو لسه سخن عشان ما يكونش معايا قشره ويفضل فيه اللمعه بتاعته. فامتى اعمل صوص الشوكولاته؟ اول ما احس خلاص ان الكيك طالع من الفرن او اكون طلعته من الفرن ابتدي اعمل له صوص الشوكولاته، انما مش قبل كده. بينا بقى تعالوا نشوف، احنا قلنا مقاديره، فتعالوا بينا ناخد بقى مكوناتنا علشان نشتغل بيها. هنجيب حله او حاجه تتحط على النار، وهبتدي احط الحليب، احط كمان السكر، الكاكاو، والكاكاو هنا خام علشان يدينا اللون القوي بتاع الشوكولاته والطعم كمان، الدقيق، وهنخلي معلقه الزبده دي في الاخر. فتعالوا بينا بقى نشيل كده الحله بتاعتنا ونرفعها على النار ونبتدي نقلب المكونات دي مع بعض كويس، علشان قبل ما اللبن يسخن لازم اكون مدوباهم كويس جدا مع بعض عشان الدقيق ما يكتلش. تمام، تعالوا نقول تاني المقادير كانت عباره عن ايه. احنا حطينا كوبايه من الحليب، ربع كوبايه كاكاو خام، معلقه كبيره من الزبده لسه مش هنحطها دلوقتي، حطينا معلقتين كبار من الدقيق، نص كوبايه سكر، وعندنا كمان ربع كوبايه من الميه. دي بقى الميه دي هخليها برضو في الاخر. ليه؟ هشوف بس عندي القوام بتاع صوص الشوكولاته هل هو كده كويس. لو تقيل هبتدي اخفه بالميه حبه بحبه لغايه ما ياخد القوام اللي انا عايزاه. طبعا تقليب مستمر، احنا معانا هنا ماده ربط وهي الدقيق، فما ينفعش ان انا اسيب الصوص بتاعي علشان ما يكتلش. هندي ذره بسيطه خالص خالص من الملح عشان يظبط معانا الطعم، ذره بسيطه يعني على طرف المعلقه الصغيره، ونقلب، قلب كويس. بدأ يربط معانا الصوص اهو، ابتدى قوام يتقل هايل. والله حسيت ان القوام تقيل زياده، مش متوسط، احنا عايزينه متوسط القوام، لقيته تقيل قوي، فاحنا عندنا الميه وهبتدي اخف الصوص. تمام بس كده نقلب ونسيبه يغلي. اعملي حساب كمان ان صوص الشوكولاته لما بيقعد بيبرد، تمام، خاصه كمان ان احنا حاطين زبده، والزبده من الحاجات اللي لما بتبرد بتجمد، فهتخلي الصوص معايا ياخد قوام اتقل، فاعملي حساب الحته دي، فخلي القوام كده متوسط. حلو قوي القوام اللي احنا وصلنا له ده، تحفه ما شاء الله. عايز اقول لكم المقدار مظبوط بالملي. هنزل قطعه الزبده وهرفع الخليط بقى من على النار. الزبده هتفك معايا وتسيح بفعل حراره الصوص، هنخليها بقى وهتدي لمعه وطعم هايل جدا جدا لصوص الشوكولاته. لا لسه بدري قوي على الكيك، ما تقلقوش عليها. الكيك هتقعد معانا في الفرن 45 دقيقه، ما تفتحيش عليها غير بعد 45 دقيقه على درجه حراره 170 وعلى الرف الوسطاني. هتاخد وقتها، هتختبريها من النص بستكس، لقيتيه طلع معاكي نظيف فكده تمام، لسه شويه فهتخليها كمان 5 دقايق وترجعي تعملي الاختبار مره ثانيه. خلاص الزبده ساحت والدنيا تمام وزي الفل. بينا بقى ايه نشوف الكيك بتاعتنا. ادي الكيك اللي احنا عاملينها قبل الهوا، 45 دقيقة طبعا وقت كبير، فعملنا واحدة قبل الهوا. بصوا بسم الله الرحمن الرحيم اهي ما شاء الله. عايزة اقول لكم ان الكيك ده بيبقى هش وطري من جوه، تحسوه كده مسقي شوكولاتة من جوه، تحفة جدا. تعالوا نجيب الترانش كده ونبتدي نقطع منها. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا من اساسيات نجاح الكيك ان انا ما اقطعهاش وهي سخنة، لازم اسيبها تبرد. ليه؟ أولا علشان ما تفرولش مني، ثانيا عشان ما تعجنش معايا، هي لسه سخنة من جوه، فمجرد أن أنا بقعد أقطعها كده فبتبتدي تعجن معانا، فسيبيها تبرد خالص براحتها وبعدين ابدأي أنك أنت تقطعيها. بسم الله الرحمن الرحيم.
بنقطع الكيك بالسكينه اللي هي المشرشره دي اللي هو الترانش ده، ده افضل سكينه لتقطيع الكيك. ايوه يا اسماء. الو الو الو. ايوه ازيك يا اسماء؟ ازيك يا شيف فاطمه؟ عامله ايه؟ عامله ايه يا روحي، اخبارك؟ الحمد لله تمام. حضرتك كله تمام؟ إيه؟ الحمد لله يا حبيبتي. الحمد لله تمام. في نعمه يا روحي. تسلم ايدك على الحركة الجميله اللي حضرتك بتعمليها. ميرسي يا سمسم، والله كلك ذوق، ربنا يخليك حبيبه قلبي. عايزه طريقه البيتزا. عينيا الاثنين. ريهام، في مطلب جماهيري للبيتزا، احنا كده هنعملها الاسبوع الجاي ان شاء الله. تمام؟ ان شاء الله. كنت عايزه رقم حضرتك عشان اتابع. هنعملها. نعم؟ كنت عايزه رقم لحضرتك اتابع معاكي. طيب ماشي يا روحي، خديه من ريهام. بس قبل ما تقفلي يا اسماء. نعم. سمعتي المثل اللي احنا قلناه النهارده؟ ايوه. ايه عارفاه؟ اللي هو اسمع كلامك اصدقك، اشوف امورك استعجب؟ لا انا كنت لسه هحله. لا، حصل معاكي موقف ينطبق عليه المثل ده؟ لا. طب ايه المثل اللي انت بتمشي بيه في حياتك او حاسه ان هو لا ده مظبوط وانا جربت قبل كده؟ ما انا مش عارفه، مش فاهمه قصد حضرتك. يعني مش كتير بنتحط في مواقف كده فبنفتكر بيها مثل شعبي قديم؟ فصل؟ ماشي يا اسماء. بصوا، يعني انا عايزه اوريكم الكيك من جوه. تعالوا ناخد كده قطعه. بصوا الكيكه عامله ازاي من جوه، رهيبه يا جماعه والله، ما شاء الله لا قوه الا بالله. اولا طريه جدا، تحسيها مسقيه شوكولاته كده من جوه، مش محتاجه اصلا تتسقي حاجه، هي كده 10 على 10. مجرد ما نحط لها بس صوص الشوكولاته فاحنا كده اخدنا كيك وهمي. يلا بقى، ما اخدتش مننا وقت ولا مجهود، خلصي الحلقه، وكمان مقاديرها ان شاء الله متوفره عندك في البيت، هي والصوص بتاعها. خلصي الحلقه وقومي على طول جربي وادعي لي. ننظف بس دنيتنا علشان نبدا ايه، نحط صوص الشوكولاته اللي احنا عملناه مع بعض. نطلع فاصل ونرجع؟ خلاص يلا بينا. فاصل صغير خالص ونرجع على طول، اوعوا تروحوا في اي حته، راجع لكم على طول. رجعنا لكم تاني ومكملين مع بعض، وهنعمل دلوقتي او هنحط صوص الشوكولاته الاقتصادي اللي احنا عملناه على الكيك. انا طبعا طول الفاصل علشان ما يعملش معايا قشره ويبتدي يعمل تكتلات، فانا كنت عماله اضربه بالمضرب. علشان كده بقول لك دايما الصوص يتعمل بعد ما تكوني مجهزه الكيك، علشان ينزل كده على الكيك بدون اي تكتلات ويفضل لمعته الحلوه فيه. بينا يلا ننزل الصوص وجماله. بصوا عاملين ازاي. بسم الله الرحمن الرحيم. شايفين القوام؟ ما شاء الله فظيع. يا سلام كمان وهو نازل سخن كده والكيك تتشرب منه شويه ويفضل على الوش شويه، اخر جمال ما شاء الله. احنا طبعا نقطه ضعفنا كلنا الشوكولاته، فيعني كيكه من الاخر طلبت مننا وعملناها لكم على طول. حلو قوي كده، لاننا هنسيل بره بقى والدنيا هتبقى الطبق ضيق حبتين. فتعالوا بينا نكمل تزيين كده ونحط بقى ايه عندنا. فراوله، اي حاجه تكسر معانا اللون. هحط كده وحدات من الفراوله. ما تنسوش يا جماعه معانا السوشيال ميديا، والنهارده بنتكلم على الامثال الشعبيه. اعتقد كلنا كده، حتى انا مثلا لما بيحصل موقف كده قدامي فتلاقوني بقول للولاد كده مثل شعبي ينطبق تماما على الموقف. فبصراحه زي ما قلنا كده، الامثال الشعبيه هي فعلا خلاصه تجربه الشعوب. زي ما في امثال شعبيه مصريه، في امثال شعبيه عربيه، وفي عالميه كمان، يعني كل الدول زينا مش احنا بس. ايه رايكم؟ شكلها حلو قوي، زي الفل، مش محتاجين اكتر من كده. وتتقدم بالشكل الجميل ده، يعني حاجه وهميه. فين الفستق؟ تعالوا بينا بقى، عندنا كده شويه فستق باقيين من رمضان.
ممكن نحط سوداني، ممكن شويه جوز الهند كمان، ممكن من غير يعني اللي متوفر عندنا. عندك حد ضيف جاي لك على غفله، في ثواني هتعملي الكيك وهتقدميها بالشكل اللطيف ده، بسيطه وجميله وطعمه جدا جدا، صدقوني هتجربوها مش هتبطلوا ابدا تعملوها. خلصنا خلاص، باقي الصوص ده هنحطه بقى في صوصيره ونخليه جنبنا كده، اللي حابب كده ياخد اكسترا بقى صوص جنب قطعه الكيك، فعندنا الخير كله. هنظبط كده من ناحيتين عشان الشوكولاته اللي وقعت مننا. يلا مستنيه تليفوناتكم ونتكلم بقى عن الامثال الشعبيه. انا امبارح نزلت البوست بصراحه يعني كميه تعليقات وكميه امثال شعبيه، انا كنت في امثال بصراحه اول مره في حياتي اسمعها وعجبتني جدا. فهنفتح دلوقتي البوست ونشوف المواقف بتاعتكم. عايزه اشوف بقى كده الدنيا تمام عشان يبقوا الاثنين باينين. ها زي الفل زي الفل. قبل ما ابدا الامثال الشعبيه تعالوا احكي لكم قصه كده بسيطه. دي بقى فيما معناها ايه لما حد يدخل عليك كده او يدخل عليك ويحكي لك حاجه او يقول لك على حاجه موضوع كده ويحور عليك فيه، يعني يضحك عليك، فانت تقول له ايه ده احنا دافنينه سوا، يعني انا عارف البير وغطاه، تعالوا نحكي قصه جت منين ده احنا دافنينه سوا. يحكى ان كان في اتنين اخوات ما عندهمش حد في الدنيا، والدهم اتوفى وساب لهم حاجه واحده بس، ساب لهم حمار اول عن اخر، اللي ورثوه من ابوهم حمار. الحمار ده كان عزيز عليهم جدا لانه كان هو الوحيد اللي ليهم في الدنيا، كمان كان في خدمتهم، يعني عايزين يروحوا مكان بيركبوا، عايزين ينقلوا بضاعه من السوق لاي مكان بيحملوا عليه، فكان هو ايديهم ورجليهم زي ما بنقول. قعدوا مع بعض فتره ومن كتر حبهم فيه بقوا بيناموا مع بعض في نفس الاوضه وياكلوه معاهم، وبقوا زي ما يكون حد من افراد اسرتهم. قعدوا على الموضوع ده مده، ولدرجه ان هم سموه ابو الصبر. سموا الحمار ابو الصبر ليه؟ عشان كان بيتحمل كتير، بيوديهم ويجيبهم ويشيلوا عليه البضاعه، فكان حمول جدا واطلقوا عليه ابو الصبر. خلاص الاخين شغالين بيشيلوا بضاعة وبينقلوها من السوق للأماكن اللي بيبيعوه فيها أو للمحلات التانية وهكذا، وفي مرة كانوا عايزين ينقلوا بضاعة من مدينتهم لمدينة تانية، فحملوا البضاعة على أبو الصبر، وهم في الطريق في الصحراء هوب الحمار تعب ومات. يا خبر، الأخين طبعا زعلوا جدا جدا وقعدوا يعيطوا عياط فظيع. طبعا فقدوا الحاجه او الـ الروح الوحيده اللي ليهم في الدنيا، واللي كان بيساعدهم وبيعينهم على امور الدنيا وامور الشغل بتاعتهم وكل حاجه ومونسهم وكل حاجه، فقعدوا يعيطوا كتير جدا. وبعدين راحوا فحرين في الارض ودفنوه وقعدوا على القبر بتاعه ويعيطوا. في جيت ناس معديين، مالكم بتعيطوا ليه؟ في ايه؟ قال لهم اصل ابو الصبر مات. طب ما تزعلوش ويطبطبوا عليهم، وما تزعلوش ويهونوا عليهم ويطلعوا من معاهم اكل ويدوهم علشان ياكلوا معاهم في الصحراء. فالاخين فضلوا على كده كام يوم، والرايح والجاي يصعبوا عليهم ويطبطبوا عليهم ويدوهم اكل. الاولاد عجبهم الحكايه قوي، قاعدين اكلين شاربين ولا شغله ولا مشغله. هوب شويه القعده طولت، فعملوا ايه؟ عملوا خيمه قعدوا فيها، ما القعده عجبتهم بقى مش هيفضلوا قاعدين في الطل، فعملوا خيمه وقعدوا فيها، والناس تروح وتيجي ويعرفوا ان ده قبر ابو الصبر، والناس دي قاعده بقى علشان ابو الصبر ده كان يحكوا له بقى، يحكوا لهم بقى ان ابو الصبر ده كان كويس وكان وكان وكان. فالناس ابتدت ايه؟ تحط ابو الصبر ده في مكانه عاليه جدا، والناس تخيلوا ان ابو الصبر ده شخص صالح او انسان صالح، فابتدوا يحطوا ايه؟ نذور. يعني ايه؟ يعني يحطوا فلوس ويحطوا لهم اكل وكل الحاجات دي بقى رايحين جايين بقى ايه؟ مقام ابو الصبر.
فالموضوع حلي في عينين الولاد جدا، وابتدوا ان هم كمان يبنوا اوضه ويعملوا مقام لابو الصبر. وهوب الفلوس زادت بقى، واللي رايح واللي جاي يلا نزور ابو الصبر ومش عارف ايه، وليله بقى ومش عارفين مين ابو الصبر. فالناس خلاص بقت رجليها رايحه جايه على المقام، والولاد الفلوس جريت معاهم، وبقى عندهم صندوق للنزور بيجمعوا فيه الفلوس بتاعه النزور. فجم بعد كده يفتحوا بقى الصندوق وبقى فيه ايه؟ فلوس كتير. فبيقسموا مع بعض الفلوس، فاختلفوا في تقسيم الفلوس. فاخ من الاخوات بيقول له لا ده انا هشتكيك لسيدنا ابو الصبر. قال له لا ده احنا دافنينه سوا، احنا اتحور عليا ومن هنا جت، ده احنا دافنينه سوا، ده احنا عارفين ده اصله حمار، احنا ضحكنا على الناس بس مش هنضحك على بعض. فدي قصه مقوله ده احنا دافنينه سوا. بينا بقى يلا نفتح، ايه رايكم؟ حلوه؟ انا عجبتني بصراحه، قعدت اضحك ضحك عليها. فتعالوا بينا بقى نفتح كده بوست السوشيال ونشوف ايه الاخبار. تمام. احنا كان موضوعنا النهارده المثل الشعبي اللي بيقول ايه؟ اشوف اسمع كلامك اصدقك، اشوف امورك استعجب. ده كتير قوي قوي قوي. واحده بقى حكي لنا قصه، تعالوا نشوف القصه دي ايه. بتقول لي انا هحكي لك في يوم جوزي كان مسافر للشغل خارج البلاد، يعني جوزها مسافر بره، وقال لي عاوزك تستلفي فلوس علشان معيش احجز تذكره الطيران ولا فلوس اقعد هناك لغايه ما اشتغل وينزل المرتب وبعدين ابقى اتصرف، واشتري لي كمان ملابس داخليه جديده وكام ترنج كده علشان عندك هنا ارخص. وفعلا رحت استلفت الفلوس وبعت كام غويشه وحضرت له شنطه محترمه والترنجات والغيارات وفلوس كمان علشان يسافر بيها، وظبطت له كل حاجه. وقلت انا الولاد مش هيجرى لنا حاجه، ده احنا في بلدنا مش هنموت من الجوع يعني، وربنا هيسرها لغايه ما يشتغل ويقبض ويبعت لنا. حلو الكلام كأي زوجه مصريه اصيله. بعد شويه بقى ايه، ودعته ورفض ان هي توصله او اي حد من معارفها يوصله. تمام. وقعدت بقى قلقان عليه، ما نامتش لغايه الفجر تبعت له في رسائل طب طمني عليك وصلت ولا لسه، وهو يقول لها ايوه انا دلوقتي في السكن ويومين وهكلمك علشان هنام واصحى اروح الشغل واظبط حالي ولما دنيتي تتظبط كده هكلمك. وقفلت معاه وقعدت ادعي له. بعد 6 شهور رجع وكان معاه شنطه، وقال محدش يفتح الشنطه اللي انا جايبها ولا يلمسها. فبصراحه بعد ما نام خدها الفضول وعملت ايه؟ فتحت الشنطه لقت فيها 2 كوتشي بناتي ماركه عالميه، وصحي من النوم لقاها ماسكه ال2 كوتشي في ايديها. فقال لها انا مش قلت لكم محدش يفتح الشنطه؟ دول بتوع مين؟ بتساله دول بتوع مين؟ قال لها دول بتوع واحد صاحبي اشتراهم لبناته، وانا بكره هتصل بيه واقابله واديهم له. بتقول بصراحة أخدني الشك، وخصوصا إن كان جاله مكالمة سمعت فيها صوت واحدة بتقول له الحمد لله على السلامة. فتحت تليفونه وسمعت رسائل غرام وكلام كتير، ولما واجهته قال لي دي مراتي، وطلع إيه؟ طلع متجوز، والملابس والترنجات والفلوس اللي خدهم علشان يروح يتجوز. ولما كلمته كان معاها، وقعد معاها 2 أسبوع، وسافر من عندها مع العلم ما كانش بيبعت لي ولا مليم، وبيدعي ان مرتبه مش مكفيه اكل وشرب، وكان بيبعت لها هي مرتبه كله كل شهر، والكوتشيات كان جايبهم لبناتها. واكتشفت ده او اكتشفت ده واكتشفت قد ايه كنت غبيه سنين طويله، وكان بيقول لي انت حياتي وما اقدرش اعيش من غيرك، ودلوقتي ما تعرفيش قد ايه بيقول كلام بحقي مع اصحابه. طبعا كان بيقعد يقول لها انت حياتي وانت حبيبتي وما استغناش عنك، لكن دلوقتي بيقعد يتكلم عليها مع اصحابه كلام صعب، ويقول عليها كلام يعني ما حصلش، ويسبها ويهنها ويطلقها طلاق شرعي، لكن القانوني مفيش طلاق قانوني، رافض علشان يذلني ومتحمله وبخدمه كاني خدامه. ده غير التهديد ان انا لو عايزه اتطلق رسمي وهيطردني من الشقه، وانا يتيمه الاب والام، ما عنديش مكان اقعد فيه ولا معايا مصاريف اصرف على نفسي واولادي. وكان يا مكان كان يقول لي احلى كلام، والناس تشوفه تقول ملاك، وتيجي تشوف طباعه في البيت تتعجب. يا ساتر يا رب.
يعني متخيلين الراجل عمال يقول لها كلام حلو ويدلعها وقدام الناس باين ان هو ملاك وبيحبها حب الدنيا والاخره، وهو متجوز عليها وخلاها تستلف وتبيع غوايشها علشان يقعد مع مراته شويه فياه الدنيا فيها قد كده بلاوي، يعني حاجه صعبه جدا جدا. عشان كده انا دايما بقول ان الحب مش بس كلام، الحب افعال. الكلام ده سهل، كل الناس بتعرف تقوله، كل الناس فيها لسان بتعرف تقول كلام حلو كتير، بس اللي بيحب وبيعرف يبين حبه بتصرفاته وباهتمامه بالمعامله هو ده الحب الحقيقي. ان بقى حب الكلام ده ياه منه كتير قوي وما تعدوش. واحدة بتقول لي أسمع كلامك أصدقك، أشوف طبيخك أصدقك برضو. عسل، ده علي أنا بقى. إيه تاني؟ في عندنا حد تاني أي الموقف يا ريهام؟ هو طبعا مواقف على المثل ده بتبقى مواقف صعبة زي اللي احنا قريناه كده، فمن الصعب إن حد يكتب المواقف، صح يا ريهام ولا ايه؟ انتي مش معايا خالص يا ريهام، او صوتك مش واصلني، انا سامعاكي كده يا روحي. هو الموقف ده بس؟ ها؟ ثواني بس كده احنا نفتح. هو النت بعافيه شويه ولا ايه؟ اهو تعالوا. ساجده لله بتقول لنا ايه؟ بتقول مرات اخويا كانت دايما تقول اكلي مفيش زيه، انا احسن واحده تعمل اكل، وطبعا كله مصدقها وتعزم واكل تحفه وجميل. جت مره عملت عزومه كبيره قوي، في الاخر طلعت حتى ما تعرفش تعمل اي حاجه، والاكل ده كله كان في واحده بتيجي تعمله لها. دي حاجه صعبه قوي. في واحدة بتقول لها دي طلعت اكذوبة. بينا بقى هنطلع فاصل صغير ونرجع بقى نقعد نتكلم في الامثال اللي انتوا بعتينها بقى، انتوا بعتين امثال كتير كده وامثال جديدة، تعالوا نقولها مع بعض بس بعد الفاصل. اوعوا تروحوا في اي حتة، مستنياكم. ورجعنا لكم تاني، والامثال الشعبيه وجمالها، وعارفين كده بتصيب كبد الحقيقه، يعني تلاقي المثل كده رشق مظبوط. تعالوا بينا بقى نشوف كده كم مثل دارجين كده معانا، وفي امثال كده انا اول مره بصراحه اسمعها. فيقول لك ايه بقى؟ العين ما تكرهش غير اللي احسن منها. دي حقيقه، لما يكون حد كده شايف حد احسن منه فتلاقي ايه الدنيا كده مش مظبوطه. في حد كاتب لي اسمها سينيوريتا شهد بتقول لي طول ما قلبك مليان طيبه هتطلع من خيبه هتقع في مصيبه. يا ساتر يا رب. عايزه اقول ان هو يعني ده بيحصل، بس اكيد اكيد عند ربنا العوض موجود، يعني حتى لو ده حصل لنا من بعض البشر فاكيد رب البشر عالم بالطيبه وعالم بالنوايا، فاكيد عوضه كبير جدا جدا.
مش معنى كده ان احنا يعني ايه نركن طيبتنا او ما نبقاش طيبين او ما نبقاش كويسين او ما نتعاملش بطيبه مع الناس، لا هنتعامل بطيبه بس برضو لازم الطيبه كده يشوبها الحرص علشان ما نقعش في الخيبه والمصيبه وربنا يستر. برضو قايله لنا مثل تاني برضو جديد عليا، خايفه هزك يا غربالي يقع منك كل عزيز وغالي. ده بقى نتيجة ايه؟ ان الناس وتقلباتها المزاجية، وان اللي بيبقى النهاردة عندك عزيز وغالي بكرة يبقى حد تاني، ممكن يبقى عدو كمان. وسبحان مغير الأحوال ومغير القلوب. أحيانا في مثل تاني برضو عكس ده تماما، اللي هو يقولك ايه، ما محبة إلا بعد عداوة. فسبحان الله في ده ينطبق عليه امثله واقعيه في حياتنا، وده ينطبق عليه برضو امثله واقعيه في حياتنا، فالاثنين سبحان الله عكس بعض بس الاثنين ماشيين. دانونا بعت لنا شويه امثله فظاع قوي، بتقول لا في حاجات كده تمام. احنا المثل ده لطيف جدا، اللي جوزها يقول لها يا عوره تلعب بيها الناس الكوره. وكملت المثل، اللي جوزها يقول لها يا هانم يقفوا لها على السلالم. ده نتيجة ايه بقى؟ وده اللي دايما بنقوله، ان الأسرة او الزوج او الأقربين والمحيطين بيكي كأنثى هم دول اللي بيدوكي البرستيج، وهم دول اللي بيدوكي التقدير. لو انت مش مقدرة في وسط عيلتك الصغيرة مش هتلاقي التقدير ده بره على طول كده، علشان كده وخاصة الزوج وخاصة الأب، دايما دول الناس اللي هم في ايديهم زمام الامور. يعني الاب لو عنده بنت لازم يديها تقديرها ويدلعها ويقول لها كلام حلو، ولازم تبقى ودانها وقلبها مليان بالكلام الحلو عشان ما تشوفش ده بره. وغير كده كمان كل اللي هيشوف ان في البيت بيقدروها كده دايركت على طول هيقدروها. كمان الزوج برضو بيبقى عليه عامل مهم جدا في ان الولاد يحترموا مامتهم ويقدروها. متخيلين الولاد نفسهم اللي هم ولادها اللي بتحبهم بيحبوها، بس لو ما لقوش تقدير من باباهم لمامتهم بيطلعوا طريقتهم واسلوبهم مع مامتهم حتى لو هم بيحبوها الطريقه والاسلوب مش صح. فعلشان كده بنناشد الازواج ان لا، مراتك دي هي مرايتك، واحترامك ليها من احترامك لنفسك ولذاتك. هتحطها يعني هتعاملها كاميره، هتحطك تاج على راسها. فدايما معاملة الزوج للزوجة مهمة جدا. وفعلا اللي جوزها بيقول لها يا هانم يقفوا لها على السلالم، واللي بيلعب بيها الكورة يعني مش مقدرها ومش مديلها اهتمام. الناس اللي بيقول لها يا عورة اللي بيقول لها يا عورة بيلعبوا بها الكورة، يعني بتبقى لعبة في ايدين الناس او في تصرفاتهم وكلامهم. انا مش سامعاكم جوه. ام مصطفى معانا على التليفون. لا ده انتوا عندكم مشكله جوه. يا ام مصطفى الو. الو. ايوه مساء الفل. ازيك يا مس؟ ازيك يا شيف؟ عامله ايه؟ الحمد لله يا روحي، اخبارك؟ والله كويسه. الامثال اللي انت بتطلعيها دي ايه رايك؟ انا امبارح مش مبطله ضحك على الامثال بصراحه. والله العظيم ده انا في اول شباب، انا واحده عندي 60 سنه دلوقتي، كنت شغاله. الايه؟ عندي 60 سنه، طلعت على المعايش كده شغاله وشربت وكبشه من اول شباب. احكي لنا بقى. وبعدين يعني الحمد لله لغايه ما مره جيت وكان عندي ولدين وبنت. وقعدت عليهم بقى لحد ما كبرتهم. وهو سابني سنتين وبعدين رجع. وبعدين بعد كده رجع التزم وبقوا كويسين، والعيال طلعوا كويسين بقى، وبقى دلوقتي يعني كويس معايا والحمد لله. فبرضه يعني برضه ما فيش حاجه حلوه وحاجه وحشه، كله بيبقى شايل بعض. ايوه. طب برضه نتحمل شويه وكده والدنيا بتمشي. المثل يعني بقى اللي انت شفتيه في حياتك كده، ولا فيه وحش قوي الايه؟ ولا فيه حلو قوي ولا فيه وحش قوي، يعني الدنيا ما هي الحياه دايما على ده وعلى ده. بس مثلنا النهارده صعب قوي، يعني مثلنا النهارده اللي أنا يعني بقول لك اللي انا شفته. اللي انا شفته في ايام مصطفى سامعاكي. ايوه اللي انا شفته في اول شبابي، يعني بقول لك ما حدش يعني يا رب ما حد يشوفه. كان صعب. كان صعب طبعا. كان صعب. وبعدين اللي كان نفعني انا كنت بشتغل. فكنتي قادره تتحملي مسؤوليتك ومسؤوليه الولاد.
هو فعلا هو ولحد النهارده ولحد النهارده انا خلصت وفتحت على المعاش وكده وبرده شايله مسؤوليه برده عليا والحمد لله. عند واحد طلع اشتغل في البنك والثانيه طلعت ما شاء الله واخده باشستير وعند الواد الثاني الكبير اللهم صل على النبي سلم التلفزيون ما شاء الله تصوير يعني. طيب قولي لي بقى قولي لي انت ايه المثل بقى اللي بتشوفيه بيعدي قدامك كده تحسي ان هو منطبق على حياتك؟ لا امثال كتير. قولي قولي. يعني امثال كتير قوي قوي قوي. قولي يا ام مصطفى اللي هو مثلا شوف اللي هو ايه؟ اسمع اشوف امورك اصدقك ولا اسمع ايه مش عارف. اسمع كلامك اصدقك اشوف امورك استعجب. ايوه كان في الاول كان كده. ايوه. في الاول كان كده. بس برضه انا كنت ايه بسمع من الناحيه الثانيه واطلع من الناحيه الثانيه عشان عايزه تعيش والعيال تمشي عشان عايزه بس انا استحملت والله عشان العيال كانوا عايزين ابوهم يعني مش عشان انا يا رب يعني يسلمك الحال كان بيحب لحد النهارده بيحب ابوهم ده انا فاتحه بقى اتحملت عشان ربنا يعينك يا حبيبه قلبي وربنا يعوضك الخير كله يا الحمد لله ربنا هو عاقل برضه وكبر والدنيا هديت وبينا كويسين يعني الحمد لله مش الحمد لله ربنا يصلح حالكم يا رب. نورتينا يا ام مصطفى. في مثل تاني برضه هو يعتبر على نفس الوتيره او يتقال في نفس الموقف اللي هو ايه كلام الليل مدهون بزبده يطلع عليه النهار يسيح يبقى كانه ولا اتقال ولا وعود بقى وايه وراحت هباء. احنا هنعمل دايت عشان الزبده؟ بنسيح الزبده. طيب نشوف ده عندنا امثال ايه تاني؟ مكتوب على ورق الحنه مفيش حما بتحب الكنه اللي هي مرات الابن يعني. لا والله مش يا لا ده مش نقول ايه مش حاجه على طول او على طول الخط الحما ما بتحبش. ما هو هو كل قاعده ليها شواذ. وبعدين برجع واقول ان لو الام او الحما هتعامل مرات ابنها زي بنتها فالدنيا هتمشي. ولو البنت دي مهمة جدا لأن البنت بتبقى داخلة متحفزة وخايفة من حماتها على بقى الأفلام اللي احنا بنشوفها وعلى الكلام اللي احنا بنسمعه فبيخشوا عندهم ايه عندهم رهبة وخايفين ومتحفزين ودي حماتي حتى لو جت مثلا بطريقة لطيفة كده انها تنصحها كأنها بنتها فتحس ان لا دي بتنظر عليا لا دي بتعاملني كمرات ابنها والكلام ده كله. ف نرجع بقى نقول ايه ان احنا نتعامل مع بعض الحما تعامل مرات ابنها زي بنتها والبنت او مرات الابن تعامل حماتها زي والدتها. ما انت بتشدي مع ماما وبتختلفي معاها وماما بتوجه لك نصايح وتوجه لك عتاب فلو انت اعتبرتي ان حماتك زي مامتك هتلاقي الدنيا سلكت. ولو الام عملت مرات ابنها زي بنتها تحب كده ان بنتها يكون عندها خصوصيه وان ابنها يحبها ويجيب لها ويعمل جوزها يحبها ويجيب لها ويعمل لها فالدنيا هتبقى لطيفه جدا. لازم؟ لا خلاص احنا كده حالا. في مثل برضو كنت اول مره اسمعه عايزاكم تسمعوه معايا. ربنا يكفينا شر من رحب بينا وهلل ومن ورانا حكى علينا وما خلى. وعجبي هو عجبي فعلا وده بنشوفه كتير الفتره دي. ودول ينطبق عليهم بقى ايه المنافقين. تحسوا كده ان هم بيستقبلونا كده عامل زي برضو في مثل بيقول ايه في القفا في الوش مرايه وفي القفا سلايه نفس الوتيره برضو. فكتير بنقابل ناس بتبقى بتسحب في وشنا وعامله نفسها بتحبنا ومن ورانا بيتكلموا علينا واكام دلوقتي من الناس بيعملوا كده وربنا يعافينا ويعافيكوا ويرزقنا دايما بالطيبين اللي ينوروا حياتنا ويرزقنا دايما بالناس اللي على قدنا ويقدروا حبنا ليهم وطيبتنا معاهم. الامثال النهارده كانت لطيفه جدا بس المواقف اللي انا قريتها ما كانتش لطيفه جدا. فربنا يا رب يعافينا من اي حد ينوي بينا شر جميعا يا رب كده ان شاء الله ويرزقنا دايما بالخير. دي كانت حلقتنا النهارده. الحلقه كانت خفيفه ولطيفه مسكره كده زي الكيك الشوكليت اللي احنا عملناها النهارده. يلا جربوا وقولوا لي رايكم فيها ايه. هستنى تعليقاتكم وتطبيقاتكم اللي دايما دايما بتساعدنا على بيج البرنامج العزومه مع فاطمه بوحاتي والبيج بتاعتي فاطمه بوحاتي بالعربي وبالانجليزي. استودعكم الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.